وجميع أصدقائنا مستمعينا أينما كنتم يصلكم صوتنا. هذا تيستولك عدد جديد يحمل تاريخ 21 جانفي 2023 من توا حتى العشرة، مع شباب جدد، مع تلامذة آخرين، مع طاقات وكفاءات وعباقرة. أنا نسميهم العباقرة والأبطال لأنهم هذو هما المستقبل اللي هما ليهم تونس. كما قال قبيلة هما خارجين سامد السبري، تحية ليه، قال المهم من بعد ما يكملوا الباك ما يخرجوش هذوما من تونس. هذيك المشكل للأسف اللي قاعدين نشوفوا في الهجرة الأدمغة نتاعنا وكفاءتنا. كل يوم الرقم يزيد في كل القطاعات تقريبا، سواء كان نحكيو على هندسة ولا طب ولا أي مجال آخر. للأسف قاعد العدد يزيد لهجرة الأدمغة والكفاءات التونسية خارج أرض الوطن. الهجرة طبعا للإغراءات الكبيرة اللي موجودة في العالم اللي تستقطب هالطاقات هذيا والكفاءات هذوما. لا مش يكملوا الباك ويقعدوا ينتفعوا بهم، تنتفع بهم بلادهم وتكمل معاهم المشوار. يضحك غادي هذاك قاعد يضحك لي يقول لي نشوف من هوني للبكالوريا. تبارك الله، طاقات جديده باش تكتشفوها اليوم، لانه باش نحكي على عالم بدا يكتسح السوق وبدا يكون موجود وقاعد يكبر بشويه شويه شويه داخل النوادي، داخل المؤسسات التربويه، خارج المؤسسات التربويه. فمش كون تفتح برك الله الاجنحه نتاعو وحلق بعيد ويشارك في المسابقات العالميه خارج ارض الوطن. في المجال هذايا هو مجال البرمجه والروبوتيك، مجال التطبيقات التكنولوجيه الحديثه 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 اللي من خلالها نصنع الطيارات ونصنع السيارات ونصنع الباركينغات وين نجم نحطوا سياراتنا. ما عادش نحلموا وين نحطوا، خاطر تو برشا عمارات تلقى السيارات وما تلقاش الباركينغ، تعمل لك كرون سيفاز قد هكا ما تلقاش وين تحط كهربتك، وتمليو في الموفمون وفي لونكومبرمون، مش عارف علاش يخضروا خاص كيما هكا وكيفاش التهيئه و و و انت تويت. هذايا عالم اخر ومجال اخر، ما نحبش ندخلكم في الوشي. استاذتي استاذتي تضحك وتقول لي انت وين باش تهزنا. استاذه مريم بوقطايا هي في الحقيقه مهندسه. اي مروه بوقطايا. مروه اي مروه بوقطايا. اي انا مهندسه في الكهروميكانيكيه. اي وتو حاليا استاذه التكنولوجيا بالمعهد النموذجي منجع عبيد، وايضا بالمدرسه الاعداديه، عفوا المدرسه الاعداديه النموذجيه منجع عبيد، والمدرسه الاعداديه ابن منظور ساقيه الزيت. زوز تقري في زوز. أي. بين الهندسه واستاذه الاعلاميه الكهروب التكنولوجيا قرب لبعضهم، معناتها البرمجه والهندسه ماهمش بعاد، معناتها نستغل لنا الهندسه معناتها في التكنولوجيا، هي كلها تكنولوجيا في البرمجه في الروبوتيك، معناتها اللي دوميني مش بعيد ياسر على اللي قاعده نقري فيه واللي قاعده نعلم فيه التلامذتي. ايه معاك ثلاثه تلامذه باش نتعرفوا عليهم من بعد، تباعا اسراء السلامي وهيثم شنيور ومحمد علي بالحاج سليمان. اعداديه جديده معناتها راهم كلهم سنه سابعه، صغيرات تبارك الله، اما هما الطاقه والكفاءه ما شاء الله عبقري، معناتها تبارك الله عباقره خارجين في الانفورماتيك وفي الكل ما هو برمجه وروبوتيك. فاطمه ستي فاطمه بازيز علي صباح النور، شنو احوالك مدام عايشه؟ فرحانه برشا بتعرفي على مدام مروه. كله بالانفورماتيك، كله بالافتراضي. انا استاذه تعليميه تعرفوني، ونحب معناتها نعرج في الحلقه نتاع اليوم اللي راهو مش كان اساتذه الاعلاميه هما اللي يخدموا في الروبوتيك، راهو زاده اساتذه التكنولوجيا اللي احنا تو كنا مسمينها تقنيه، لكن تو ولات تكنولوجيا. التربيه التكنولوجيه حتى هما ماده التكنولوجيا، وحتى هما الكوريكولوم تبدل عندهم وفما تجديد صار في المنهاج نتاعهم كيف ما احنا بالضبط، خاطر احنا توا في المنظومه التربويه التونسيه ما تجدد كان الانفورماتيك والتكنولوجيا. اوغوزمون الحمد لله، يعني هذايا فضل من عند ربي. لا خاطر هذاك عالم متحرك معناتها، ما فماش ما تنجمش تتجدد تقعد غادي تتجمد. احنا قعدنا 13 سنه نقريو في في من في كوريكولو في بروجرام قديم. مش حتى قديم. كي تبدل تو عندنا تروا سنين دفعتوا عليه باش يجدد معناتها، خاطر لازم يتجدد حتى التلميذ ولا يجي ما عادش يحب يقرا معناتها. كملوا دزوا الباقي باقي ماتيريال اخرى كلها باش تتبدل، خاطر لازم المنظومه كلها تتغير. ان شاء الله تتبدل المنظومه في المواد الاخرى، في التوقيت المدرسي اللي حكينا فيه قداش من حصة إذا كان مش لازم نعاود. بالنسبة لهم مثلا حتى هما اليوم مثلا زيتهم القراية معناتها ما يمشيوش يقراو باش يحضروا معنا الحصة هذيك، يقولوا نهار السبت نورمال ما يقراوش باش حتى فماشي برامج فماشي نوادي معناتها هما مثلا معناتها يشاركوا معايا في نادي الروبوتيك، معناتها ماذا بيهم يمشيوا نوادي أخرى، ماذا بيهم الرسم، ماذا بيهم المسرح، لكن الوقت هو اللي ما فماش. صحيح
صحيح الوقت فما كان القرايه قرايه 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 عجبك هكا ولا ما عجبكش كان القرايه هذا هو السيستم اللي احنا عايشين فيه معناتها اللي هما معناتها قاعدين يوريو في مواهبهم قاعدين يشوفوا في مهارات جديده انا امس ما انا نعمل النادي نتاعي نهار الجمعه العشيه من الساعتين لاربع وامس مثلا عجاج والطقس مشوم نقول لهم بلي ما نجيوش انا وليت نقرق بهم لا مدى ما نجيو كيفاش تحرمنا من حصه وباش نعملوا جو معناتها جايين على الجو على الابتكار على حاجه يعملوها مرتاحين يحبوها معناتها عندهم ذوق معناتها شغف كبير كيف كيف انت اليوم جيتنا كاستاذ اعلاميه لكن زاد تمارس الروبوتيك داخل النادي نتاعك مانيش نحكيو كمؤطره في البرنامج هذاك وكرونيكوز في البرنامج تبارك الله عليه خذت برشا القاب معك زوز كلام بعد شويه كيف كيف نتعرفوا عليهم ونحكيو معاهم ونسمعهم هما زاد خاطرنا ديما قلتي ستول راهو اليوم الكلمه اليوم هما الحوار معاهم هما وايضا الراي نحب نسمع رايهم في كل شيء خاصه اليوم في مجال احنا نكملوا في الاسبوع هذا والاسبوع الجاي وكما اللي قبله في تعريف بالنوادي داخل المؤسسه التربويه اما راني نقول ماهيش حكر لا على النموذجيه ولا على الاعداديات اللي تحبوها معناتها اللي كلمنا مرحبا بهم الجمعه اللي فات جينا من سقيت الدير مش يجيونا من خارج زاد معناتها من المعتمديه نتاع صفاقس مرحبا بها واللي كلمنا زاد كيف كيف كانت معنا استاذه من نابل معناتها من سليمان مرحبا بكم راهو المجال مفتوح لكل التلامذة لكل المؤسسات التربوية تكلمنا هي يكفي نكلمونا يبعثوا لنا ميساج ويتعاملوا حتى معناتها على الانترنت مع استاذتنا فاطمة أبو عزيز ولا باقي الأساتذة المؤطرين والمؤطرات للبرنامج مرحبا بهم المجال مفتوح لكل الطاقات باش نتعرفوا على كفاءتنا داخل مؤسساتنا التربوية راهم كفاءات صغار أما هما راهم كبار بالحق وهما مستقبل تونس في قادم الأيام خلينا نبداو بالإيقاع نحب نحيي منعم شبشو في الإخراج الفني لحصتنا اليوم كيف كيف مراد حاج قاسم في القاعة الفنية المركزية وعاشت منكم ديما أحلى صباحات على موجاتنا في تين ستولك اليوم مع عدد جديد من شبابنا ومن تلامذتنا باش نكتشفوا معاهم عالم الروبوتيك وعالم التطبيقات في الإعلامية هذا الكل نكتشفوه بعد الإيقاع الأول وباش نستقبلوا زادة أستاذ آخر تبارك الله متمرس في مجال الروبوتيك سي أسامة الفتوي كان يسمع فينا هذا روحه ويكون معنا بعد الإيقاع حضر لي ضحكوا باه نكلم سي أسامة قول اني استاذتنا غلطت شويه قلت لي شنو هكا جاي وين هما الوحيد خرج من هذه هذا سيفر دو لين خدمني معناتها البيت وسمع الفتويات نسمعو من هذا لا وهذه الكارتة كان عندي الكارتة حني خدمتها عاملة باور بانك باش نخدمو أما أنا الكارتة حطيتها في الكهرباء نستخايلها مركبة يا أخي طلعت مش مركبة على حال خدمني توا حلو توا مشى حلو توا مشى خسارة الماتريال عندكم في الكوليج ولا من عندك؟ مش لا من عند الكوليج مش الكل معناتها اللي نخدموا به الحقيقه معناتها ثم قالت لي فما يتسبب به هيك يجيبوا لنا معناتها توا تراك الواحد اول مره في المدى بعد معناها لكن نبدا نحكي معناها كيفاش بديت معناها بديت مع الانفورماتيك احكي اللي في قلبك ولدي اللي عندك قولوا هذايا منبر لكم انتم احرار ولا بالحق كونوا مفيد نحبكم هكا مرتاحين تراك لا ثقه في النفس ديجا انتم جايتكم لهذه الاذاعه سي اون اكسبيريونس ما تنساوهاش طول حياتكم والله باش تقعد لكم هكا سوفونير معناتها وباش تكتسبوا بها مهارات زيدا احنا نخدموا كان على المهارات التواصل المهارات وي ثقه بالنفس نحبكم الثقه في النفس ما عندكش كوش بكسوك شكون مليون فقس يسمع عادي نورمال ما فيها شيء ما فيها شيء
عادي جدا. اعتبروا روحكم يسمى فيكم هذا. اوكي نحن بس ما شاء الله عليها نسمع مرات صوتها في الراديو ما شاء الله. بس من ما شاء الله صوتها ياسر محلى حتى انا يعجبني من الاصوات اللي نموت عليهم في اذاعه صفاقس. هذا الكرسي اللي قاعدة فيه عملته بنتي الصغيرة عملت ترك بنتي ترك بنتي كسر هي الطيارة شو اسمها فرق لها هي خطر ما تتحطش قبل كان حطيناها يمكن هنا معاهم يمكن تتحطش تيستو فورم جيمز تيستو لا هي مش طبعا خلي هكا باش نسمع بيها الضيف شو نسموها الضيف هاي اختناه خلينا فاضي شوية ما هو يسيف المسكين شي يعملنا فيه توا يقري تعرفت مسيف سجلو هاي تيستول كي تسعى وثلاثة على موجاتنا مرحبا بكم نحبكم فاضيين باش تسمعوهم وتسمعوا الطاقات اللي بحذية وتسمعوا كفاءتنا التونسية اللي هي صغيرة لكن باش تكبر في يوم من الأيام وباش تكمل في الإطار هذية طبعا إطار الإنجاز العلمي. اليوم حبيت نحكي على مجال الروبوتيك والغرام هذية اللي تولد عند صغيراتنا بروبوتيك لأنه موجة قاعدة تكبر شيئا فشيئا من خلال العديد من النوادي داخل المؤسسات التربوية بدأت داخل المؤسسات وفما شكون بدأ برا من المؤسسات التربوية لكن زادة القاعد يكبر نفس الشيء ويشارك في العديد من التظاهرات هذه. أستاذة فاطمة الغرام بروبوتيك شنو كيفاش تصوروا ربما عند الصغار علاش؟ هو خطر هذا هو عالمهم أول حاجة العالم الجديد عالم التكنولوجيا وقاعدين يشوفوا معناتها في التلفزة في اليوتيوب وبطبيعة الغرام يجي من الحب الاكتشاف يعني الصغير كي تلقاها من حيث هو صغير نعطيوه ليجو يحب يركب هيك التركيب خطر هو راه روبوتيك فيه زوز حاجات فيه تركيب وبرمجة مش كان برمجة دونك اي صغير انا نعتقد انه مش يصير له شغف من بالحكايه هذيا ويحب يجرب يحب يركب ويحب والبروغراماسيون تجي تباعا يعني ان شاء الله. الاستاذه مروه الغرام منينش حسب رايك وحسب التلامذة اللي انت توا تخدم معاهم معناتها في النادي هذا توا الروبوتيك هو في اي مجال معناتها في حياتهم اليوميه في اي مجال يلقاو كل شيء بالروبوتيك كل شيء حاجات معناتها اصطناعي كل شيء تحرك دونك هما يحبوا يعرفوا ويحبوا يتبعوا ويحبوا كل شيء يسمعوه معناتها انا مثلا اول مره معناتها اي مشروع اول اللي يبدا يخدم معناتها يولي يفرحوا ويصفقوا معناتها ايضا معناتها كيفاش تخيلوها باش تتحرك معناتها يشيخوا معناتها كيفاش هما خدموها هذه كي جاوك الصغار من اول يوم معناتها للنادي شنو يلوجوا على شنو يلوجوا حسيتهم بروجرام كيفاش وقتاش نعملوا البرمجه وقتاش باش نصنعوا معناتها نصنعوا حاجه يصنعوا حاجات ويشوفوها تتحرك يشوفوها تعمل معناتها عندها وظائف باش تقوم بها هيك هي واضح فما استاذ يظل من القيدوم زاد في المجال هذايا مجال الروبوتيك ما شاء الله عليه ها حسب شهاده الاساتذه زملائي سي اسامه الفتوي على الخط الهاتفي معايا مرحبا سي اسامه عسلامه مدام اهلا وسهلا تحيه ليك وتحيه لضيوفك وتحيه لكافه اذاعه سقف يعيشك يا سيدي مرحبا بك سي اسامه نحب نحييك اولا واساتذه الاساتذه اللي بحثين الكل يقول لك راهو قيدومنا تبارك الله عليه في مجال الروبوتيك وغرامه بالروبوتيك بالضبط البدايه كانت من 2018 بمعهد بير علي بن خليفه بدايتي كانت مع معناها مجموعه من الشباب تلاميذ النادي
النادي الإعلامية بمعهد بن علي. هو الغرام عندي أنا شخصيا معناها من الصغر، لكن للأسف وقت كنت صغير ما كانش فما يعني ما كانش فما اهتمام نوادي ولا اكزاكتومون معناها لكن ما كانش فما حتى للإنترنت ومعناها ليزورديناتور كيما متوفرين توا. صحيح. حبيت الغرام هذا يعني نشوفه عند التمتي. كانت البداية معناها بتأسيس نادي بالمعهد، وحاولت معاهم التنديات هذوما اني ننقل لهم معناها الغرامة نتاعي انا عن طريق معناها برمجة الروبوتات. برمجة الروبوتات راهي من انا اشوفها احسن وسيلة لتعليم الاطفال البرمجة. وزاد فما حاجة ما يعرفوهاش برشا عباد، انه راهو الروبوتيك هو يدرب التلميذ على حل المشاكل، على الصبر، يبدا شد حاجه حتى يكملها معناتها. الصبر الصبر مهم. احنا ندرسوا الرياضيات وندرسوا البرمجه، لكن انا كي نشوف التلميذ تعطيه مشكل معناها متمثل في حاجه فيزيك معناها حاجه تقول له مثلا يعمل روبو يعمل تالي تال شوت، يعني انت هنا تدرب فيه على حل المشاكل وعلى التفكير المنطقي والابتكار. واضح. لما نتاوج زاد كومبيتونس اخرى. باهي، انا نحب نقول لك حاجه. كي جاوك الصغار وهكا وتو انت تبارك الله من خلال تجربتك قداش من عام عندك، ما انت شنو اللي حسيت فيهم؟ شنو اللي لوجوا في الروبوتيك؟ شنو الحاجه اللي لوجوا عليها واش لقاوها في الروبوتيك؟ صدقني مدام انا انبهرت اول حاجه بالاقبال، خاطر الشباب توا معناها بصفه رهيبه جدا مغروم بالتسكي تكنولوجي، يحبوا معناها يعرفوا يشوفوا فيها في الفيسبوك واليوتيوب معناها الآلات والروبوتات، يقولوا علاش لا احنا ما نسمعوش كيفهم وكذا، وكي يشوفوا كي يجربوا معناها بيديهم ويركبوا كما نقولوا احنا يبرمجوا، يحسوا الواحد كقابل معناها عندهم عطش كبير معناها جدا. انا اكتشفته في منطقه ريفيه في بير علي بن خليفه، وما شاء الله معناها توا التلمذتي وصلوا لدرجة انهم يدربوا غاديك معناها واليوم مدربين تو. يا عيني يا عيني يا عيني. شنو اللي صنعتوا سيستي اسامه؟ شنو صنعتوا مع بعضكم؟ عندكم تمام. احنا نخدموا على اول حاجه بدينا بلي روبو معناها اوتونوم، نصنعوا لي روبو اللي نجموا نبرمجوهم ونخليهم يعملوا دي ميسيون نقولوا احنا مهمات، وشاركنا في برشا مسابقات وطنيه في المجال هذا، والحمد لله معناها توجنا بعديد الالقاب على المستوى الوطني. توا لمستي منكبين على لي بروجي معناها يحبوا يعملوا دي كيما نقولوا مشاريع ماشي، منها دي بي اف نتاعهم هما، ومنها بروكو با معناها يعملوا دي ستارت اب معناها يوصلوا في المشروع هذا. برافو برافو، ان شاء الله نشوفك بحضنا في صفاقس. وانا حبيت نصافحك انت خاطر باش نقول راهو كلهم المعهد الكل معنيه بالبرنامج هذايا، وتجم تكون حاضره معنا ويجم يكونوا خاصوا لهم يوم، يجب حتى نمشيو بحذاهم نتعرفوا على نوادي داخل المؤسسه هذيا. نحب نشكرك سي اسامه. تحيه لمدام فاطمه بحذاك. اي هذيك الكرونيكاز نتاع البرنامج راهي. تحيه صراحه عمل كبير جدا. ناشطه. نشر الثقافه الرقميه ما شاء الله عليها. تحية لها وتحية ليك انت زاد عليك. يعيشك يا اسامه. انت انا نقول لهم ديما تعلمت روبوتيك من اسامه، وماذا بيا جينا هوني للاستوديو مع تلامذتك، وان شاء الله تشرفنا بحضورك لنا يوم من الايام. علاش لا؟ ربي يفضلك، وتحية للبرنامج هذايا اللي سلط الضوء على باش نسمعوهم توا الشباب، باش نسمعوهم توا. يعطيك الصحة، شكرا استاذنا اسامه الفتي، استاذ الاعلامية بالمعهد الثانوي هكا بير علي بن خليفة. شكرا. تحيتنا لكل الطاقم التربوي وكل التلامذة غادي وكل أهالينا في بير علي بن خليفة. شكرا ليك أسامة. خلينا نمشيو توا للتلامذة، نبدا باليمين ولا نبدا باليسار؟ كيف ما تحب. تبارك الله عليه. سامي ياسين الهمامي. لا هبط له الميكرو غادي بحذاه وبحذا مريم. هبط الميكرو. ياسين لخاطر حسيته من الساعة حب يحكي. ياسين على السلامة. أول حاجة نحب نقول صباح الخير لكل مستمعينا إذاعة صفاقس. نهارك زين. اسمي محمد ياسين الهمامي، 13 سنة، نقرا في علي النوري ثمنة أساسي اثنين. والروبوتيك شنو دخلك فيه؟ انا ملي انا صغير معناها كانت عندي بي سي قبل نلعب بها، امي صبت لي وقتها سكراتش. اي من وقتها بديت بشوي نتعلم، توا زدت
اكتشفت الموهبة متاعي بشوي بشوي مع مدام فاطمة في النادي. يعطيك الصحة. شو تلوش فيه النادي كي تمشي له في الإعلامية؟ شنو تحب أكثر؟ نحب نتعلم إنه أنا مبرمج روبوتات تعمل أهداف معينة. أنا هذايا ياسين من الكلام ذا اللي بالحق نحس فيه برشا حماس في النادي، وهو أكثر واحد طالب إنه نعملوا هالنادي هذايا. حسيت الحماس نتاعو تبدل عليه. ريتو صندوق الويدو غاديكا مثلا نعطيهولو، أنا نحب نعلمه مهارة التعاون التشارك بين أصحابه، خاطر هو نحسه يسيطر، معناتها يحب مثلا هيك الواحد انا يحب هو اللي يركب ويعمل، عنده حماس، عنده حماس كبير رهيب. لكن انا الحماس هذا نشكره عليه، لكن نحب زيدا ترافاي اون جروب، نحب يشارك اصحابه صحيح ويخدموا اون كولابوراسيون مع بعضهم باش يصنعوا. دونك هو قاعد يتعلم في المهاره هذه في النادي، وانا منقول اللي هو عنده مستقبل كبير في عالم البرمجه والروبوتات، خاطر ما شاء الله عليه معناتها عنده الطاقه الذكائيه لذلك يعني. محليه بحذا ياسين. مريومة صباح الخير. اقرب انت يا مريم من الميكرو. عرف اسمي مريم عزيز. لا ماكش بالميكرو بالكل يا مريم، حابه الميكرو ليلك صحيح. اسمي مريم عزيز، نقرا في ابن اساسي في اعداديه علي النوري. نحب برشا الانفورماتيك ونحب البروغراماسيون. زدت حبيتها اكثر مع مدام فاطمه، هي اللي تأطرتنا وخلت لنا جو باهي. زدت حبيته وصرت وقت دخلت النادي الإعلامية، عملنا الروبوتيك، صنعنا برشا حوايج، عندها برشا وظائف. تو نرجع لك. هو الانفورماتيك حشمانين شوية غرام، مش مادة نعدو عليها الدفوار وناخذ فيها نوت، هو غرام لازمك تحبه باش تكمل تخدم فيه. واضح، هي ما خاطرك حاجة كي تحبها وتبدا مغروم بها نتخيل تعديها بالكدا معناتها، فهمت؟ باش نمشي لأستاذ تيمار توا تقدم لي سيادتها. هو التلميذ هو هيثم. هيثم قدم روحك. صباح الخير. نهارك زين يا هيثم، مرحبا. أنا اسمي هيثم شنيور، نقرا في الإعدادية النموذجية المنجي سليم. جميل. التسمية راهي جديدة هذيك، علاش ما نزيدو؟ نقرا سبعة اساسي اربعة من قبل اللي كنت بيه القسمة انا نحولوك خمسة ما اربعة في بالي اربعة على بالي بيه القسمة لا جيد اسمع اصحابك بهين عقلين قل حق في الاعلامية في الانفورماتيك في الروبوتيك شنو هالغرام هذا منين جا هيثم كيفاش بدا معاك؟ من قبل كنت نحب نتعلم الروبوتيك، معناتها نحب نبرمج، نحب نصنع. تقعد برشا على الاورديناتور؟ اي في الدار. نحب نصنع حاجات جديده، نحب نصنع روبوات ونتعلم مهارات جديده مثلا. جميل. باهي مع هيثم اسراء، خذ الميكرو يا اسراء، مرحبا بيك. صباح الخير. نهارك زين. شكرا اولا على هذه الاستضافه. عايشك مرحبا. اسمي اسراء سليمي، عمري 12 سنه، نقرا في المدرسه الاعداديه منجي عبيد 7-1. مش فرق قسم الكل معناتها مختلفين. يعني نخدم في يعني نشتغل مع استاذتي واصدقائي زملائي في نادي روبوتيك. اني يعني نادي روبوتيك يعني علاش ما مشيتش مثلا نادي رسم؟ علاش ما مشيتش نادي موسيقى؟ تنشط حاجه اخرى لبرا من علاش حبيتوا الروبوتيك مثلا؟ اغرامي بالروبوتيك حاجه اخرى يعني. ديجا حاسه من عينيك يعني وانت اي ديجا قبل مش في السنه السابعه يعني من قبل يعني كنت مغرومه نحب يعني نركب حاجه نحب يعني ني كنت الحاجه اللي يجيبوها لك بسكله ولا حاجه تفككها الكل وانت صغيره قل حق تخليها قطعة قطعة وتعود تركب. اي يعني هذيك حاجة هذيك اللي نخليها تخدم من صنع ني يعني نفتخر بكوني ني خليت حاجة تمشي يعني. برافو برافو. هذا هو يعني شغفي اني نصنع حاجة خلاها يعني تكون بالكنية تمشي هي يعني. شنو هي تصنع لنا انت نهار اخر اسراء؟ حتى حاجة في مخك معناتها تحكي من المنطق انه كلها ثقة هدفها واضح معناتها فهمت رسم الهدف برافو.
اي يعني على خاطر عندي هدف باش نوصل حوايج على خاطر تحبش تقول لنا عليه توا نحب نمشي استرونوم نحب في المجال تاع الاسترونومي نمشي نصنع مركبات فضائيه ايوا مركبات فضائيه مدام وين احنا وقتها هذاك علاني نحب الروبوت ونحب التركيب وهذا هو هذا هو وتطلع انت اول وحده فيها معناتها المركبه الفضائيه آه. يمشي القمر هذا ما شاء الله عليك اسراء يعطيك الصحه باش نرجع لك بالحوار هذايا خلينا نمشي لصديقك بحذاك وزميلك سنة كيف كيف 7-1 ولا 7-2 2 1 و 4 خديناهم نتعرف عليك محمد نقول صباح الخير لكل المستمعين وشكرا على حسن الاستضافة اسمي محمد علي بن حسليمان في كوليج بيلوت سفيقس 2 المنجي عبيد ونقرأ 7-2 نحب أقول يعني أنا اخترت النادي بالذات خاطر ملتلو ملي أنا صغير معناتها نحب البرمجة ونحب التركيب وكل وهو يساعد تحب الانفورماتيك من قبل معناتها تحب الانفورماتيك وتقعد برشا على الأورديناتور تعمل ديما في التليفون مش برشا على الأورديناتور أما معناتها نفرق مكوناتي ونعاود نركبها شنو اللي فرقت مثلا ألعابك وانتي صغير مرة عندي كربة بالكوموند فركتها ومرة ميكروفون ورجعت صلحتهم ولا وعاود ركبتهم معناتها وخدمهم ريبل وهو هالنادي يساعد على تنشيط الدماغ وتنمية القدرات الفكرية حليك. وقدرات الإبداعية الاختراع والابتكار يعني شخلا بهذا الكلوب يعمل في رسمة انت يحكي على الربو يعمل في رسمة مزيانة فنية اي بهذا الكلوب نجم نصنع المستقبل ونطوروه انا فرحانة بالمستقبل والله فرحانة بالمستقبل كي نسمع حاجات كيما هكا ومش فقط يخدموك هاو يعبروا عليها معناتها راهو ناس حاستها وحبتها الحكايه اللي تخدم فيها مش راهو يجا انشط وكها ولا ننشط خاطر حاجه نحبها هذا يخليك معناتها انت نفسك كاستاذه تحس بالفخر معناتها بالحق هما الحقيقه انا اول عام نعمل نادي روبوتيك اول عام نعمل نادي وما شجعني الحقيقه سي ماهر تحياتنا لي ماهر هو زميلي انا مدير الاعداديه نعم بالحق معناتها ما رجعتش نادمه اللي عملت هذايا النادي هما حبوني في النادي اكثر واكثر كي مثلا احنا كي نبداو نبرمج معناتها تبدا حاجه مفركه قطايعه باش نبداو بالحاجه في اخر المشروع نكمل معناتها يولي تصفيق يولي جو هما يتسابقوا بين بعضهم شكون المجموعه اللي باش تكمل الاولى شكون اللي المجموعه اللي باش يخدم لها ماهيش باش تسحق انا هي ماذا باش نشوف لي راهي ما خدمتش علاش معناتها جو كبير حماسه كبير يحبوا يعرفوا كل شيء يحبوا يتعلموا كل شيء معناتها كان يلقاو النادي ديما نخدموا ديما نخدموا ديما يطلبوا اكثر تبارك الله عليهم الحقيقه معناتها الحماس نتاعهم والشغف نتاعهم وهما زاد شجعني انا قداش عندك في النادي هذا اول عام لا قداش عندك كلام ذا مخرتين فيه 18 ما شاء الله ما شاء الله قلت لهم مش شكون يحب مش لذا الحقيقه كلهم يحبوا يجيوا نعرف لا بس يحبوا يجيوا يحبوا معناتها يعبروا يحبوا هما مثلا خدمتهم معناتها عمل جماعي نخدموا ترافيل جروب ديما يتواصلوا مع بعضهم يقسموا ليتاش كل واحد مثلا واحد يخدم عند يكمل الاخر يكمل ليتاش مثلا يركبوا مع بعضهم دونك عندهم مهارات كبيره وعمال يزيدوا يكتسبوا مهارات اخرى اللي هي اليدويه والفكريه والعمل الجماعي سيرتو هاي اسراء محمد علي وهيثم وريوني عطيوني قولوا لي كل حاجه شنو هي انا ما نفهم شيء في الروبوتيك اللي نكذب عليكم ما غير ما نجي من بالي هاتولي هذه شنو هي كلهم كيف عملوا مشاريع اي كلهم يخدموا نفس المشروع كلهم يخدموا نفس المشروع كل مره مشروع شوي سمارت باركينج هذيا سمارت باركينج سمارت هو نموذج يعني يعني قرب الميكرو اللي كنتي اسرع زادا باش يعني تحط كهرباء باش تمشي الكابتور يلتقط هذيك الكهرباء
هو يعني يخدم بالأورديناتور بالبروغرام اللي سابينيه في الأورديناتور كي نوصله بالكارت أردوينو أونو يعني يمشي البروغرام ويمشي الكابتور كي تجي كهربا يعني يلتقطها الكابتور يعني حاطين البروغرام على بعد مسافة معينة يلتقطها هكا كي يخدم المحرك ويعني يرفع هذه اللوحة يعني هكا وتدخل الكهرباء تلاشم تدخل هذا الكل يعني بالبروغرام يعني عبر قوانين محددة من البروغرام تخدم هذا موجود ولا مش موجود طبعا منه حسب رايك سمارت هذا الباركينج حسب رايك موجود اكيد مزيان برشا ومعناتها يجم يتطور كل مره يتطور على اساس على اساس المسافه اللي التقط منها السياره مثلا على اساس التقنيات الحديثه في البروغرام اي تكون موجوده في البروغراماسيون واضح مثل احنا اول ما بدينا نخدموا معناتها محرك احنا اللي نحط له وقتاش الوقت هو وقتاش معناتها باش يطلع البارير اي بعديك اكتشفوا معناتها مش باش يقعد مثلا الانسان باش يهبط باش يحل هو البارير ويعاود دونك زدنا له الكابتور هذاك باش كي تجي كهرباء باش تولي سمارت باركينج اسمه دونك باش تجي كهرباء باش يطلع البارير تلقائي وحده علاش خاطر فما معناتها اشاره جاتنا من السياره الكابتر الكابتر اللي هو راه فما سياره موجوده امامه واضح واضح هاي محمد علي اش حضرت لنا غادي هذه نموذج مصغر لسياره كهرباء شويه خلينا نشوفوها سيارتك المستقبليه هذه تمشي بزوز عجلي اي بك ثلاث عجلي بك النموذج مصغر للسيارة معناتها هونية حطيناها الكارت أردوينو اللي باش نبرمجو معناتها نبرمجو في وسط الحاسوب البرنامج المعين اللي احنا نحبوه على كيفاه تمشي معناتها حسب اللي احنا مش نحطوه في البرنامج هي مش تعمل عليه واضح هي تمشي هون نجمو مثلا نزيدوها كابتور تولي حتى كي تمشي هي تو كي تمشي مثلا ما مش تحسش من قدامها مش تصدو فيه كنا مثلا كابتور يكبتي هي تقرب للسير اي بارير قدامه ولا اي عقب ما... بدل ثنيتها معناتها اي ولا نجمو نزيدوها حتى جهاز تحكم عن بعد نوليو نتحكموا بيه احنا وهوني هذم كمان العاب الاطفال نجمو نعملوها نصنعها لعبه مثلا من بعد نهار الاحد اللي بتو مثلا هذا من مش نخدموه معناتها في الحصص القادمه باش نكمل بالكوموند باش نكمل كابتور هو الكابتور وين قربوا لها الميكرو اسراء ولا هيثم شكون باش يحكي تعرفوا شو اسمه هيك الكابتور هاي هيثم خلي يكمل يحكي بعد تقول له على الكابتور شو اسمه الكابتور هذا هو ما كانت يبدا كل حاجه قدامي كابتها ويدور معاه واضح يغير ثنية ما يخليش يدخل فيها ولا حاجه هو كلش عليه روبو يمشي وحده ويتحكم نجم حتى في المستقبل نزيدوه حاجه يولي عنده وظيفه يهز حاجه مثلا صحيح نستغلوه معناتها اي ما عادش نعملوا روبو هكا ما تو الروبوات اللي قاعدين نحبوا نطوروها باش تطور حياه الانسان باش تعطيه الماكسيموم تسهيلات في كل شيء معناتها فهو ما يعوضش الانسان صحيح اما يسهل له برشا هكا ولا يا ستي يسهل حياه الانسان تو التكنولوجيا ماشي برشا حياه التكنولوجيا يسهل حياه الانسان باش معناتها باش ترتاح الانسان دونك نصنع فما حاجات كيما مثلا سمارت باركينغ كيما هذه مثلا السياره كل مره معناتها باش نحسنوا باش نطوروا كل مره نعملوا مشاريع جديده نجيبوا افكار جديده جاتك افكار مثل هذا هما اللي يحبوا يعملوا حاجه مثلا مش موجوده يحبوا مش عليها قبل اي يحبوا مثلا احنا اول ما بدينا مثلا صنعنا معناتها اول ما بداوا اساسيات البرمجه برمجوا مثلا صمم مشع كيفاش مثلا نصمم مشع يشعل ويطفى وقتاش معناتها احنا حاطين الوقت بعد حبينا نحسنوا اكثر ما حبيناش واحد برك عملنا ثلاثه اللي هي معناتها كيما السيركيلاسيون كل مره نزيدوا نحسنوا كل مره هما يطوروا هما مثلا كي احنا جربنا الكهرباء هذيك هبطنا للساحه وجربناهم الكراهب شافوا معناتها الكراهب بيجموا يدخلوا فيهم هما واقفين يجموا يدخلوا فيهم دونك يا مدام هذه لازم نزيدوها حاجه باش ما تتكسرش باش ما تدخلش في اساس دونك احنا باش نزيدوا لها مثلا الكابتور الكراسون باش مثلا باش هي تعرف راه فما حاجز امامها باش تبدل ثنيتها واضح جدا تو بعد نرجع لكم قولي شي حاجه تحبوا تصنعوها وما زلتوا تخموا عليها باهي خلينا نمشي نرجع لمحمد ياسين ومريم صنعتوا كيف كيف تقريبا فما سياره في الوسط وفما الباور بانك باش تقعد لنا مشارجيه ومره واضحه تقعد معناها تخدم ما تقعدش مربوطه بكابل معين ولا حاجه الميكرو يا ما تقعدش مربوطه بكابل معين هنا فما كابتورات هي تتبع معناها خط معين احنا نعملوه لها سيروها فيها اي وهي تقعد تقعد تدور عليه تتبع فيه احنا مبرمجين قداش قعدتوا تصنعوا فيها هذه السياره ياسين الميكروبيت هذه قداش قعدتوا تصنعوا فيها السياره هذه
والله معناها قعدنا حصتين يمكن تركيب ركبناها معناها كل اللي قلناه وبرمجة برمجة البرنامج معناتها البروغرام اللي باش تمشي عليه. باهي مريم شنو هو هذاك اللي بحذاك هذه مصغرة, مصغرة 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 هذه هذه عملناها بالليجو تمشي بالبيلات اقرب الميكرو وين ما تحكي معايا اقرب الميكرو باش نجم نسمعك بالكدا تمشي بالبيلات عملناها بروغراماسيون وتخدم بالبلوتوث زادا فما ركبناها قعدنا نركبوا فيها كيما صنعنا طيارة عملنا دودة صغيرة تمشي برشا مرات صنعنا حوايج باهية بال عملنا صبينا ابليكاسيون وخدمنا برشا حوايج وتخدم فيها الأغناء سيدة تمشي وتغني عملنا برشا حوايج وعملنا طيارة المرة اللي فاتت كبيرة ما نجمناش نجيبوها معنا خاطرها ما تجيش أعطيني هيك تشوف عجبتني هذه الصغيرة هذه تجمع تسمع حاجات صغار صغار باللي بالليجو معناتها أي والمجسمات منين تجيبوا فيهم الأشكال الحاجات اللي تحبوا تسحقوهم أنت فيها بحق فيها برشا برشا تقنية تسحقوهم أي الليجوات تبقى قعدنا نلعبوا بهم نعملوا بهم حاجات معناتها هذا من الليجو اللي نجموا نلقاهم للأطفال الليجو إدوكاسيون يعني تابع الويدو هكا فيها كيت كامل يعني تجم تخدم به ريت القطايع حتى القطايع بداو صغار هو يعطيها في الابليكاسيون اللي تصبها المجسمات يجم يخترع من راسه الصغير او هو مثلا عنده هالقطايع هذوما ويقعد يركب من هذوما غاليين شويه على واحد باش ياخذ وحده هكا ولا استاذتي يبداو داخل نوادي خير اي احنا ربحناه جايزه الحق ما شريناهش احنا الكل نربحوا فيه الحمد لله بالعمل نتاعنا بالخدمه تقدموها اي احنا نخدموا في مشاريع توأمه رقميه والحمد لله يا ربي كل مره نربحوا جوائز يعطيونا هما ديكيت نستغلوهم في الروبو معناتها في الروبوتيك بالنسبه ليك استاذه مروان العدديه توفر الماتريال نشكروا سماه على الحق يعطيها الصحه على خاطر لازمها ميزانيه اللي هو معناتها يحضر لنا هذوما احنا معناتها اول عام نخدموا كي جاونا بكري معناتها يتسميو كله باهي معناتها باش نخدموا بهم هذوما توفرهم لنا وزاره التربيه اما لازم تكون يحرص باش هما يوصلوا لنا على بكري باش نجموا نخدموا بهم خاطر انا شفت قبل الكلوب اول ما بداو ربما فما برشا دي كلوب انطلقت بكري برشا وخرجت حتى لبرا وتوجت لبرا يبحثوا على التوصيل يوصيوا حتى على الموتور يوصيوا على الماتريال يجيهم من برا باش يجيو يكملوا يخدموا ربو معناتها احنا غاليين ياسر برا معناتها اقل دونك ما نجموش نجم هو وزاره التربيه وفرت يعني الاساتذه التكنولوجيا واساتذه الاعلاميه قربهم لي قربهم لي شويه خلينا نشوفهم مثلا في جماعه التكنولوجيا وفرت لهم لي كارت اربينو خلي في الفوق مدام عايشة نسمع فيك اي البروفيت التكنولوجيا وفرت لهم لي كارت اردوينو هل هالكريهبات هذوما حتى احنا في الكوليج في المؤسسات التربويه الكل وزارة التكنولوجيا موجودين لا وزاره التربيه والتعليم وفرت خاطر احنا كما قلت لك منهج جديد يستغلوهم في النوادي مش في القسم خاطر برشا خدمه في القسم احنا حتى في القسم معناتها في نستغلوا معناتها مش كل شيء في الاعلاميه في التكنولوجيا تبع المنهج نتاعهم معناتها اما هذا في حاجات معناتها اقراو في الثامنه في التاسعه لكن هما وقف النادي كنادي معناتها نخدموا بهم في النادي متوفر معناتها المفيد فما إرادة من الأستاذ أنه يعمل نادي في المدرسة ويجرب مع الصغيرات أنا نحب نعطي سر معناتها إذا متوفر للمعهد ما تراو المعهد كل سنة بتعملوا نوادي هو متوفر لكن راهو ما يعملش حاجة كبيرة ما يعملش حاجة كبيرة فما قطايا صحيت ابدأ صحيت ابدأ وانت كيصير لك الشغف تولي وحدك وحدك تولي تلوج هيك القطعة تطلب هيك القطعة مثلا فهمتني كيفاش ساعة تطلب ساعة تشري ساعة تشري أنا بصراحة نشري وحدي تشري خاطر نعرف تشري بشكل كبير لا نشري بصراحه على خاطر علاش خاطر باش نوقفش الخدمه معناتها ما نوقفش الخدمه ما نحبش نحب ديما نكمل فهمت به نحب نشجع كل الاساتذه انهم ينطلقوا راهو احنا النادي راهو مبني على التلامذات اذا كان يجيك جروب فيه شغف هو وحده يخرج هيك الطاقات انا ساعات حاجات نتعلم من التلامذه مش هما يعلم انا نعلمهم التلميذ والله هما يعلموني ساعات انا مثلا كيما الويدو انا عمري لا نعرفه لا نستعمله لحد شيء بديت لهم الصندوق كيما هكا يا مدام نعرفوه واحد مركبه واحد مصبه واحد معمله واحد
ما علمتهم حتى شيء والله معناتها هذا انا نقوله لكم فما ناس بش... فما صغار تحب صحيح مغرومه بحاجه عادي وانت اطر فقط انت شنو باش تاثرهم في المهارات الحياتيه اللي راهو اخدم مع زميلك راهو هكا راهو التعاون راهو تعرفوش اقبلوا بعضكم تأثير. في احنا راهو تاثير المعرفه تتبنى بشوي بشوية كما قالت الأستاذة كيف ما قالت لك هنا صنعوا روبو ناقص هيك الكابتور يجيد بوه ناقص هيك الحاجة يحبوا يتحكموا فيه عن بعد يولي يصنعوا ديز ابليكاسيون موبيل على التليفون يتعاملوا مع دونك بشوية بشوية ويصير وكما قلت لك بالتلامذة معناتها كي تصنع كي عندك انت جروب نتاع تلامذة شغوفين تو باش تنطلق لبس يعني ما فما حتى خوف حسيتو متحفز ياسر ياسين ياسين معناتها انت كنت صغير برشا عندك ماتريال هكا تخدم بيه تحلو تركب كي كنت صغير كي كنت صغير نخدم كان في سكراتش كان على الورديناتور تاع سكراتش اما قبل معناها ماني عندي معناها دار خالي في تونس غاديك خالي كان يهزني وقتها هزني مدة شهر وقتها ديما نمشي للنادي وقتها صنعنا اسمها دي روبو زاد نتحكموا فيهم بالتليفون حبيتها معني حبيت روبو كملت هو مع مدام فاطمة واضح واضح صغار اسكو فما عمر معين فاطمة باش يتغرم بالحكاية هذه ولا نجموا نلقاوها لا يجموا يتغرموا حتى من حيتو صغار فما اربع سنين فما نوادي بريفي يخدموا فيهم اما في المدارس توا فما نوادي هو حتى في الروضات توا ولا فما نادي روبوتيك في الروضات اربع سنوات يبداو معناتها يخدموا بهذوما هكاك بالمدرسة بالليجو اما الاردوينو مثلا خاطر اصعب مثلا لازمتهم معنا من 12 سنة فما فوق معناتها سبعة باش تبدا تخدم برمجة واضح به اش تحبوا تسمعوا محمد علي نخدم محمد علي من غادي نبداو حاجه تحب تصنعها وان شاء الله مش تقدم القدام وتصنعها في يوم الايام وتقول لي راني عملتها كاني حيه بالبيعه جيت وريها لنا والله نتمنى مثلا كي نكبر نصنع مثلا حتى صاروخ هكا لا لا شويه الصاروخ شويه للفضاء كان اكتشف معناتها كواكب جديده و وبلايص اخرين معناتها نقولش نسافر بقايا اخرى نحب نطلع للفضاء ما شاء الله عليك يا محمد علي نكتشف معناتها كواكب اخرى تحب برشا عالم الكواكب الفضاء واضح جدا ان شاء الله ربي يوفقك ولدي ربي يوفقك باذن الله ما دام عندك الحماس هذايا والحافز هذايا متخيل معناتها وتشجيع الاولياء نتاعك مشجعينك ولدي جميل جميل مهم جدا ونعرف انك باش توصل يوم من الايام حاجه مزيانه برشا اسراء انت هاني تو يعني ما نقتصرش فما على نادي روبوتيك نحب زاد نكتشف في الانترنت نحب يعني مع مدام مروه ونصنع حتى حوايج يعني نركبهم حب يعني قبل كما قلت يعني في المستقبل نحن نصنع يعني مركبة فضائية نحن ندرس يعني كيف هي المركبة الفضائية شنو من المواد معنا باش تخرج على الخلاف على الغلاف يعني الجوي يعني باش توصل وكيف هي المدة متاعها يعني كيف هي المواد تصنعها ديك باش كي توصل هي يعني تكون مستقرة ومناسبة للإنسان باش يعيش فيها يعني ويكون الهواء يعني بما ان الغلاف الجوي ما فماش هواء يعني في المركبه توفر له كل شيء الفضائيه هذيك كيف توفر له الهواء يعني باش يوصل معناها اكيد باش يوصل للكوكب قاعده تحكي والله ما شاء الله كانك فهمتها كل ما شاء الله ما شاء الله هو كي يوصل للكوكب يعني اكيد باش تكون هي تحب تظن لهم مش كان تصنعوا برا تظن لهم حتى الحياه على القمر تكون مريقله ولا واضحه على بيس يعني تكون هكا المركبه هي نفسها تعوض كوكب ارض كامل نشوف فيها واحدة راضي ليك تصنعها عيط لي معك على خاطر اكيد لها مده محليك يا اسراء اكيد اكيد اما راك متحمسه ياسر وعندك الحافز وفي متخيل في الماتيريال الكل لاباس ها في المواد كلها ما شاء الله عليك متميزه ها ما شاء الله كلهم متميزين متاكده من غير ما تقولي من غير ما نسالهم معناتها حسيتهم ما شاء الله عليهم في ادائهم اليومي ها في الدراسه هاي حليل عيد وحليل انا مقبل معناتها مغروم بالكراب نحب القطايع نتاع الكراب نشوف الروبوتيك انا كرابه ما فماش وروبوتيك من هو اللي مكني هكا باش نعرف كيفاه فما برشا حاجات تصير في الكراب من قبل كنت صغير نشوف القطايع ومغروم بالانواع تاع الكراب ان شاء الله في المستقبل نولي ما نصنع الكراب و
مثل نص اكره معناتها نكون مهندس نتاع سيارات. علاش لا علاش لا ان شاء الله بالتوفيق ليك ربي يوفقك يعطيك الصحه. شكرا لهيثم شنيور، شكرا لاسراء السلامي، شكرا لمحمد علي، محمد علي بالحاج سليمان كيف كيف، واستاذتي مروه انت عاد تحب تصنع المعجزات معاهم. نصنع قدرة ربي نصنع كل شيء، هما برشا عندهم الافكار واي فكره ولا اي مشروع ننجزو. انا واحده من السكادة معناتها نتعلم فيهم. ونعلم فيهم خاطر هذه اول تجربه بالنسبه لي في الروبوتيك. دونك كل شيء ان شاء الله ما يصعبش علينا، كل شيء قدرة ربي نوفروه ويفهموه ونخدموا اللي يحبوا. ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحة أستاذة مروة. بقى الطيب نذكركم إعدادية النموذجية المنجي عبيد صحيته الإعدادية النموذجية المنجي عبيد، تحية لمديرها ستي فاطمة هاني الهمامي ياسين. ياسين الهمامي، ياسين تحب تصنع حاجة؟ أي علاش لا، احنا عندنا تو في تونس طائرة اسمها الدرون اللي فيها كاميرا ممنوعة هي في تونس تو، علاش لا ما توليش اسمها هي معناها عادي. انت تو تحب تصنع ولا تحب ترجع القوانين تبدلهم؟ تحب تصنع اصنع على روحك وما بعد نشوفوا فيك. ديما يجي نولي ونجمو نستعملوا. يا مدام نحب نصنع الدرون يقول لي اصنع نصنعها وقت تصنعها حاجة وريها لنا ان شاء الله. باهي باهي قال له مروة مريم. نحب نصنع لي روبو اللي يساعدونا في حياتنا اليومية، اللي يعيشوا معنا، ان يساعدونا على برشا حوايج. ممكن نصنعوا دي روبو يوليو يقريونا يوريو. تبرهت منا مريم. يوليو يعيشوا معنا ونستغلوا. ما قدش يسهلوا لنا الحياة العادية في المنزل مثلا، حياة المرأة ولا حاجة، تحب كأن يقريونا. ما هي مريم؟ إن شاء الله بالتوفيق ليك. وبالتوفيق لزميلك كيف كيف ياسين الهمامي، ليكم انتم الاثنين اعدادية علي النوري، يعطيكم الصحة برافو. أستاذتي فاطمة شنو نقولوا للنوادي مرة أخرى؟ نقولوا إن شاء الله النوادي يكثروا في المؤسسات التربوية، وراهم فما حد شيء صعيب. إن شاء الله زادة مديرين المدارس معناتها يشجعوا الأساتذة ويشجعوا، وإحنا بيدنا قاعدين من المنبر هذا نشجعوا في زملائنا يعني. أنا قاعدين نشجعهم على خاطر بالحق معناتها ما ندمتش، بالعكس الحماس نتاعي عمال يزيد كل مرة. أنا أمس مثلا عندي ظروف غبت على هذا النادي، حسيت كيما حاجة نقصتني بالحق معناتها، ولا لي حاجة حاجة مهمة في حياتي وفي خدمتي. استنست بي استنست بي. ماكش نادمة لي من الجنرال قري تعليمة؟ لا تجم تكون عندك شركة ولا حاجة حبيت تكون في التعليم. يعطيك الصحة بالتوفيق ليك وستي كيف كيف. شكرا لفاطمة. الجمعة الجاية يجدد الموعد كيف كيف في تين ستورك، عدد آخر وتلامذة آخرين واكتشافات أخرى داخل المؤسسة التربوية، سواء كان في النوادي وإلا في التتويجات اللي قاعدين يحصدوها يوم بعد يوم في كل المجالات تقريبا، وخاصة أنا كي نحكي على النوادي ويبداو ناشطين فيها ومتميزين، هذا شيء يسرنا الناس كل ما يجم كان يفرحنا معناتها. شكرا لهم الكل. فاطمة عندك كلمة أخيرة؟ انا حبيت نقول كان نفس الكلام اللي نقولوه ديما، راهو النوادي الثقافيه راهو هو معناتها منبر لصغيراتنا باش يبدعوا بعد ضخم الكميه الكبيره نتاع القرايه وساعات الدراسه. راهم صغيراتنا فدوا نقصونهم شويه من دروس التدارك، نعطيوهم شويه نوادي باش خليهم يشموا النسمه، خليهم يتفرهدوا هكا ياخذوا الاكسجين الجديد معناتها بالحق. يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو اللي جيتوا بحذنا اليوم في الاستوديو. عايشه وانتم زيد يعطيكم الصحه بالتوفيق، وانا من متاكده اني تبارك الله عليكم مستقبلا نلقى برشا حاجات. نحب نقدم تحيه لامي وبابا وعمتي اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، عمتك فنانتنا هدى. اي عيني على هدى الهمامي، تحيتنا ليك يا هدى. سلام سلام كنشوف فيك وصحابي كل اللي في الكوليج. يعطيك الصحه مريم، عندك تحيه؟ نحب نقدم تحيه لعائلتي الكل وصحابي، ونحب نشكر مدام فاطمة خاطرها مأطرتنا ومفتلنا جو به، ومدام فاطمة تغل خلتنا وقتها الكل وتفهم فينا ومفتلنا جو به. ميرسي يا مريم، تحية عندكم بيت فيه. هاي محمد علي. والله نحب نقدم تحية للإطار التربوي وجميع المعلمين، خاصة أستاذتي مروة والسيد المدير والعائلتي، ونحب نقدم تحية خاصة لصديقي مهدي الميلي ويوسف زكري رشيد الفندري ومحمد نجاح. يعني يعني معاش وقت أسرع بيت فيه بيت فيه. نحب نقدم تحية لبابا وماما وكل إطار التربوي، خاصة ستي مروة وسي ماهر وكل قسم 7-1. شكرا هيثم.
هيثم نحب نقدم تحية لعائلتي اللي عاونتني باش نمشي وأسدتي الكل والإطار التربوي الكامل ومدام مروة اللي خلت لها وقتنا وعلمتنا برشا برشا حاجات. نحب نسلم على أصحابي أحمد احمد برميش واحمد عشيش هكا هو وانا نسلم عليكم الكل حتى واحد ما شكرني انا مش مشكور مرجع ما نجيبكم احنا نشكروك شكرا لكم الكل مع شو عايشه بس تي ستوري.